شارك سعادة النائب ممدوح الصالح عضو مجلس النواب عضو البرلمان العربي في اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والشباب بالبرلمان العربي الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. على هامش الاجتماع أفاد الصالح أن المجتمعين ناقشوا الترتيب لإطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من القاهرة سعادة النائب ممدوح الصالح عضو مجلس النواب عضو البرلمان العربي. سعادة النائب، بعد التحية، لو توضح لنا أهم ما تم تسليط الضوء عليه في الاجتماع الذي شاركتم فيه. صد الله مساءك بكل خير. طبعا اليوم ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربية والثقافية والشباب مثل ما تفضلت في البرلمان العربي الترتيب لإطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، كما تم اختيار مملكة البحرين لتكون البوابة لانطلاق هذه الوثيقة المهمة لما تملكه البحرين من سمعة طيبة ومتطورة في مجال التعليم على المستوى العالم بفضل توجيهات سيدي جلالة الملك المفدى في عدة مجالات حقيقة، ومن ضمن هذه المجالات مجال العلوم والبحوث والتعليم والتربية. كما اطلعت اللجنة كذلك اليوم على العديد من المواضيع والتوصيات الواردة من مكتب هيئة البرلمان، كما ناقشت أيضا خلال اجتماع اليوم دراسة إعداد مشروع قانون استرشادي لمكافحة العنف ضد المرأة في العالم العربي. نعم سعادة النائب، ما مدى الحاجة اليوم لإطلاق وثيقة لتطوير التعليم في العالم العربي؟ يعني حقيقة الحاجة مهمة بالنسبة إلى العالم العربي في هذا الشأن، لأن اليوم مثل ما أنت عارف في ظل جائحة كورونا تم تغيير الفكرة العامة للتواصل والتعلم عن بعد، وهذا من أهم الأمور والركائز الأساسية. بس حبيت أؤكد على نقطة أساسية بعد إحنا في هذا الجانب، وهو يعني نؤكد دائما على ضرورة تعزيز الدبلوماسية البرلمانية البحرينية والبناء على ما تم تحقيقه من إنجازات مهمة، وآخرها فوز سعادة النائب عادل العسومي برئاسة البرلمان العربي. يعني أنا بتكلم بس بشكل مختصر بالنسبة لي كعضو في هذه المنظومة البرلمانية العربية، بالتأكيد سنعمل دائما على تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك من خلال تفعيل دور البرلمان العربي كممثل عن الشعوب العربية وكجهة تشارك بفعالية في رسم السياسات العربية المشتركة في مما يساعد في مواجهة كافة التحديات في ظل التطورات التي تشهدها الأمة العربية. في آخر نقطة عزيزي، أحب أشيد كذلك بمبادرة رئيس البرلمان العربي معالي الرئيس عادل العسومي المتمثلة بتدشين مركز للدبلوماسية البرلمانية العربية. هذه المبادرة المهمة التي ستساهم في يعني تبادل الخبرات بين البرلمانات العربية، كما أنها بلا شك تصدر الإنجازات البحرينية في هذا المجال، وهو مجال مهم ومقدر في هذا الجانب. بكل تأكيد من القاهرة سعادة النائب ممدوح الصالح عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار. شكرا جزيلا لكم على هذه الإيضاحات.